السلام عليكم، معكم سفيان نجاح إدريسي، 23 سنة، طالب جامعي ويوتيوبر مغربي. اليوتيوب المغربي هبط لواحد الدرجة كبيرة بزاف، لأنه ملي تنشوفوا اليوتيوبر تيقلبوا على الفلوس وعلى البوز أكثر ما أنهم تيديروا محتوى زوين اللي غيستافدوا منه الناس. وحتى طوندونز ديال المغرب ولينا تنشوفوا فيه الحلوى، تنشوفوا فيه مكونات، تنشوفوا فيه يعني حتى الأغاني ولاو تيطلعوا مرة مرة، واللي كان شي محتوى زوين يعني ما تيطلعش، وهذا الشيء جد مؤسف. وكنتمنى بان اليوتيوب المغربي يتنقى باش نشوفوا محتوى زوين في طوندوس المغربي. المحتوى ديال سفيان نجاح اللي تيتبعوا القاصرين بزاف، يعني تقريبا كاينه 75% ديال ما بين 16 عام و 19 عام، لان هذوك تيتسموا كنسميهم انا تنسميهم اوفياء، تيتبعوك ديال بصح، يعني تيتبعوك من نيتهم، تيتفرجوا فيك، تيتسناو الجديد ديالك. لا بليبار ديال الناس اللي بين 19 عام و 25 عام يعني غير شي تفرج، ما تيتابوناش معاك، ما تيديش لك جام، يعني تيشوفك وقت اللي بغى. اما الاغلبيه ديال كيما كتقولوا نتوما القاصرين، فهذوك تنسميو انا اوفياء ما تنسميهمش قاصرين، وشكرا لهم بزاف من هذا المنبر. وي تنفكر نبدل المحتوى ديال القناه ديالي، لان في الايام القادمه ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد السفر خارج المغرب، هو اللي غادي نبدل فيه المحتوى ديالي. غادي نخسر فيه فلوس، ولكن غادي نحاول نعطي صوره زوينه على القناه ديالي. غادي نحبس شويه الافلام القصيره، ماشي غادي نحبسهم برا، ولكن غادي نحبسهم شويه، نحاول ندخل شي محتوى جديد اللي غادي يعجب الناس وحتى يعطي صوره زوينه عليا انا. وانا كنحاول نقلب على حب الناس، ماشي شي نقلب على البوز ولا شي نقلب على شي حاجه اخرى. الفكره ديال العابر كيفاش حتى ولا شي تمثل معايا، يعني انا هضرت معها واقترح على الفكره ديال انها تمثل معايا الافلام القصيره، ووافقات وقررت انني نجرب في الفيلم الاول. والحمد لله ملي درنا الفيلم الاول استطعت انها تبين لي انها تستحقت المكانه اللي عطيتها، وانني كنتيق فيها، و يعني ولات احسن من الاولاد اللي كانوا كيتصوروا معايا الاكثريه، يعني ولات تجي في الوقت، يعني باغا تخدم. وحنا غادي دابا الحمد لله في العمل ديالنا، وكنتمنى اننا نوصلوا لداك الشيء اللي بغينا، وحتى هي كنتمنى لها مسيره موفقه. بالنسبه للناس اللي يقولوا بانني يعني عابر طلعت لي تفاعل او لا، يعني الويب المغربي هو في حال هكا، يعني ماشي بنت اللي كطلع تفاعل او لا ولد اللي كطلع تفاعل. انا في واحد الوقيته كنت حبست، علاش؟ كما قلت لك لقيت في عابر اننا باغا تخدم معايا، وكاينين الناس اللي ما بغاوش يخدموا معايا، يعني شقشار عليهم الفكره ولكن ما تيبغوش يخدموا، هذوك هما اللي عكزوني انا ما بقيتش نلوح الفيديوهات. ولكن ملي تعرفت على عابر زادت حفزاتني، تنقول لها نصوروا، تقول لي نصوروا في اي وقت بغيتي، يعني هذا الشيء خلاني نخدم، والعمل هو اللي كيجيب التفاعل. يعني اما بنت يعني تبقى غير الخدمه ديالها هي اللي شهراتي، يعني نقدر نجيب انا بنت تصور معايا، ولكن ما غاديش تقنع المتابعين. ولكن عابر ملي دخلاش معايا قنعات الناس، كتعرف تمثل الطريقه ديالها ديال العرض كتكون حتى زوينه بزاف، هادشي اللي خلى انها تبان في وقت قصير، وهذا ما كان. اما بالنسبه للتفاعل فالتفاعل كيكون بالخدمه، ما كيكونش بشخص او شخصين. هذيك الموجه ديال الانتقادات كانت جاتني في واحد الوقت قبل ما نعابر، كانت لاحقاتني فيما تندخل شي بنت جديده تيعلقوا على اللباس ديالها او كيعلقوا على الطريقه باش تهضر، وهذا الشيء بالنسبه لي انا كيحفزني انني نزيد نخدم، يعني هذوك التعاليق يعني كيزيدوا يحفزوني. يعني البنت يعني الا كانت تخدم مزيان ما كتهمش الطريقه ديال اللبس ديالها او لا الطريقه ديال الهضره ديالها، يعني يكفي انها كتقنع المتابعين وكتقنعهم بالعمل ديالها، يعني واش الطريقه ديال اللباس ديالها. والاكثريه لا بليبار ديال لي كومونتير تيهضروا على طريقه اللباس، يعني حره في اللباس ديالها، هي اصلا يعني تتبع هذا الفن هذا، يعني ما غاديش تتبع دوك لي كومونتير او لا غادي تكعمل دوك لي كومونتير، هي تشوف هادشي وعارف هادشي، ومهما دخلت العالم الويب الا وخاصها يعني تقبل دوك التعاليق. العلاقه ديالي مع عابر علاقه وطيده كما تيقولوا. انا عرفت عابر تقريبا راجيه دابا 10 سنين او اكثر، كنت نمشي عندهم للدار ملي كانت باقا صغيره شويه، كنت كنقرا مع اخت ديالها خوله. من بعد داز تقريبا سنوات كثيره، من بعد تعرفت عليه في الافلام القصيره، كان دوش معايا وما عقلتش عليها انايا، وقالت لي بلي انا اخت ديال الخوله وادي، عاد فاش عقلت عليها وقلت لها بلي راه انا كنت كنجي عندكم الدار، وبلي كانت عندنا واحد العلاقه قويه بالعائله ديالكم. صامارش من تما بقيناش نهضروا، وباقا لحد الان العلاقه ديالنا زوينه. كنتخاصموا مره راكم كتعرفوا، تتعصب هي اصلا تتعصبني بعد مرات تجي معطله، بعد مرات ما كديرش داكشي اللي كنقول ليها، ولكن تنتصالحوا، ما كنتكملش 24 ساعه كنتصالحوا،
والعلاقه ديالنا زوينه الحمد لله، وبقى الحمد لله العلاقه ديالنا غاده للامام ان شاء الله، ونتمنوا اننا نزيدوا القدام. القضيه ديال استغلال الفتيات في الافلام قصيره او في المقالب يعني ولات دايره البوز هذه الايام بزاف، ولكن شنو هو الخايف فيها؟ هو ان العائلات ديال دوك البنات اولا اصدقاء ديالهم ولاو كيشوفوهم بطريقه خايبه بزاف، تيحتقروهم، تيقولوا يعني اش داك البساله شديرو، اش داك الشيء، يعني هادشي تاثر عليهم معنويا. داكشي علاش ما كنشوفوش البنات في بزاف ديال الافلام، يعني كنبقاو نشوفوهم غير فيلم واحد من بعد ما كنبقاوش نشوفوهم. يعني علاش تجي كتلقى يوتيوبر تيجي تيبين بنت يدير لها فضيحه في ديك الفيديو او كيدير لها مقلب يعني بطريقه بشعه، يعني تيلقى انتقادات من بعد البنت ما تبقاش زعما انها تصور معاه. وكنتمنى بان اليوتيوبر المغاربه يبدلوا الفكره، يحاولوا يجيبوا البنات اللي غاديين يبقاو معاهم يعني في تقريبا في جميع الفيديوهات ديالهم احتراما لهم، وحتى الوالدين ديالهم يحترموهم، وباش الويب المغربي يزيد القدام، وحتى البنات ما يبقاوش يخافوا انهم يديروا فيديوهات. للاسف ولينا نشوفوا فنانين مغاربه تيضحيوا بحياتهم باش يوصلوا رساله للشعب. كنتمنوا هادشي ما يبقاش. الا بغيتي توصل رساله يعني حاول انك توصلها بطريقه سلميه. حنا ما بغيناش الفنانين ديالنا يوليو في الحبس او لا يوليو روشيرشي، يوصلوا الرساله بطريقه سلميه، يعني ما يقيسوش مقدسات ديال الدوله. يعني هما كيقولوا شي حاجه اللي كاينه بصح نيت، ولكن يوصلوها بطريقه اللي زوينه بزاف واللي غادي توصل توصل الميساج للشعب، وحتى الشعب راه هو تيستقبل. يعني دابا كما كنشوفوا باللي راه الدراري كاملين روشيرشي يعني بثلاثه، يعني ما عرفناش شنو هو القادم، شنو هو غادي يكون، شنو هو غادي يديروا معاهم، هادشي ما عرفناش. وهما دايروا هادشي كامل يعني خاصنا حنا نكونوا واقفين معاهم في هاد المحنه هادي، وكنتمنوا لهم الخير ان شاء الله، وكنتمنوا ان الدراري الاخرين ما يدخلوش في هاد المتاهات ديال الدوله ويقيسوا المعتقدات اولا يقيسوا كما تيقولوا المقدسات ديال الدوله. ونحاولوا اننا نوصلوا الرسائل ديالنا بطريقه سلميه، وبارك علينا من الحباسات ومن الضرب ومن الجرح. بالنسبه للتيك توك، بالنسبه للتيك توك ما كيجينيش انا شي حاجه اللي يعني معترف بها في الويب المغربي. حيت تيك توك ابليكاسيون ولات الناس تهز فيديوهات تحطهم في انستغرام، انستغرام يعني بوحدو وتيك توك بوحدو. وحتى البنات يلبسوا شي لبس يعني ماشي حتى له يعني مخل الاداب، و تيلوحوا فيديوهات في تيك توك، و تيتلقى بنادم دابا شي حاجه تافهه تيوصل فيها مليون جوج المليون، يعني شي حاجه تافهه. انا بالنسبه لي يعني ماشي شي محتوى اللي غادي يشهرك، بالعكس يعني هذيك الناس ماشي تلقى ما دير تبغى تضحك، تدخل تيك توك تشوف شي نماذج اللي تضحكهم. وانا ما تنقصش من الناس اللي كيديروا تيك توك، كاين اللي كيدير تيك توك بالطريقه ديالو يعني شي ضحك بين الناس، هذاك هو اللي تنسميه انا يعني شي يدير محتوى زوين. اما الناس اللي تيبقاو يشطحوا اولا تيبقاو يديروا شي رقصات يعني مشيت لهي ولابسين شي لبس مخل للاداب، فما تنسميهمش انا يعني مشاهير تيك توك، يعني غير معدين على دوك لابليكاسيون. وكاينين شي بنات، وكاينين شي بنات عاوتاني يعني تيلبسوا شي لبس يعني تيبان انهم ما لابسين والو صراحه، وهادشي اللي تيخلي الناس انهم يدخلوا ديك لابليكاسيون ويتفرجوا في دوك الفيديوهات، يعني تيشوفوا شي حاجه يعني مخ يعني تيشوفوها غير في الغرب. يعني تلقى بنات تيلبسوا ماشي لبسوا والو بصراحه، يعني ماشي لبسوا والو وتيديروا فيديو في تيك توك، الناس تدخل على قبل دوك الفيديوهات على قبل دوك اللباس ديالهم. اما الويب الحقيقي فهو اليوتيوب المغربي، يعني ممنوع فيه داك الشيء، يعني تلقى شي حاجه زوينه بزاف. والتيك توك بالنسبه لي كما قلت لكم ما ماشي شي محتوى. كنتمنى بان الويب المغربي يزيد القدام، وما نبقاوش نشوفوا الفضائح، نشوفوا شي حاجه زوينه في الطوندوس. انا ما كرهتش نبقى نشوف في الطوندوس غير الاغاني، غير الاغاني غادي نستافدوا من الويب المغربي. كنوجه تحيه ديالي للجميع اليوتيوبر المغاربه اللي تيديروا محتوى زوين، تيديروا مقالب زوينه، تيديروا افلام قصيره زوينه. يعني حتى الافلام القصيره في المغرب راه عندها الجمهور ديالها وكبير وكبير بزاف. وكنتمنى مسيره موفقه للناس كاملين.